هنا انقز عماد روح بس امشي على قدام وانت انقز 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 لا انت حرفتها انا اخس اص 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 لا حال لا اول مرة واحد سوي لي زي كذا ما اقدر اتحمل يا جماعة الخير شكرا من سلطاني العمال الله يسعدك وانت بالخير شكرا يو كل عام انت بخير عماد كود الايتم شبهم شيء دي ام اس لا حد ينسى كود الايتم لا لا والله متعوب عليه يا سلطان شكرا يا اخي وربي فرحتني مره كثير الله يسعدك افتح هدية افتح هدية في هدية بعد فضلا عن عدم الدخول اللي صح كيف افتح هدية الف لا من هنا 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 دقيقة الفخ بيشتغل اول شيء لا رح الزاوية رح الزاوية رح الزاوية اه رح الزاوية بتموت يا مات بتموت بتموت لا تدخل خلك 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 ليه؟ لا خلك عيب تمنى أمنية إن شاء الله تتحقق سؤال بسيط تحبني ولا لا أحبك يا شيخ شكرا وش أهدافك 2021 إن شاء الله المليون المليون في اليوتيوب بإذن الله إن شاء الله استمتعت بالماب والله مرة استمتعت شكرا يا أخي والله شيء إبداع شيء رهيب أول مرة يعني يسوي لي واحد زي كذا والله شكرا ما انفتحت هدية سلطان ما عندك تفتحها بس هذه بس كذا بس هدية يعني كذا يلا والله ماب رهيب والله ماب رهيب هنا وش طيب هنا نفس الطريق صح هنا يعني خروج بس خروج والله كيف سويت الأغنية والله صح عليك شكرا يعطيك الف عافيه تعليماتي الله يعطيك العافيه على الماب الجميل استمتعت فيه والله مره شكرا شكرا لك والله يعطيك الف عافيه